ازاي احنا كمان نقدر نستثمر ده؟ اجتاحت العالم زي ما انتم عارفين، الازمه دي موجوده طول الوقت. سؤال واحد بيسيطر علينا كلنا، كلنا بنقول ايه؟ طيب في الازمه دي احنا نعمل ايه؟ الدخل ثابت، يعني دخلي ودخل حضرتك ودخل حضرتك ثابت، الحل ايه؟ الحل الوحيد الاستثمار مش الادخار، يعني مش فكرة اللي هو ايه اخبي بقى يعني شوية اللي عندي ايا كانوا لحد ما هو الفلوس مش هيبقى لها قيمة، لما انا اشيل الفلوس ملهاش قيمة. لكن كل الخبراء في العالم يقولك الاستثمار ازاي بقى، وايه افضل طريقة ممكن احافظ بيها على فلوسي، وافضل طريقة اقدر انجح بيها واستمر في الظروف الصعبة دي. وهل ممكن مثلا لموظف مثلا انه يقدر من خلال شغله انه يستثمر، ولا الموضوع ده صعب ومحتاج متخصص؟ خلينا كده نعرف يعني مزيد من المعلومات ونساعدكم ونساعد نفسنا، ونشوف برضو عبر الزوم من القاهرة المحلل الاقتصادي محمد نجم، خلينا نمسي عليه. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ شفقي، هي الشرف دايما اكون مع حضرتك. اهلا بيك. طيب انا دلوقتي عايزه يعني اعرف من حضرتك، يعني ناس كتير فاهمه انه في الازمه احط فلوسي في جيبي او احطها في الدولاب احطها وخلاص، وبلاش ايه اخليها، يقول لك ايه القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. الكلام ده ينفع دلوقتي؟ يعني في البدايه خليني اوضح لحضرتك يعني مجموعه من الاساسيات الاقتصاديه، مش الاقتصاد الكلي او اقتصاد الحكومه، لا اقتصاد الافراد. الاساسيات دي اعتقد هتساعد اي حد ان هو يقدر ان هو يتعامل مع الازمه. اولا اهم حاجه في الازمات وفي الاوضاع اللي احنا فيها شبه اللي احنا فيها دي، انه احنا نتوقف عن تردد اي اشاعات. انه احنا النهارده مصر فيها اكثر من 60 مليون اكونت، واكثر من 60 مليون موبايل في باقه انترنت، صحيح، او متوصل بالسوشيال ميديا. فما ينفعش 60 مليون منصه بتنشر احباط وقلق واخبار سلبيه او مزيفه او بتردد اشاعات. ده اول مشكله هتفرقع في وشنا كلنا، صحيح. احنا كلنا هندفع ثمن ده. تاني حاجه ان انت كفرد محتاج تفهم الاوضاع الاقتصاديه بشكل مبسط والحاجات الاساسيه، بس انت ما تستهترش بان انت تتابع الاخبار والنشرات الاقتصاديه، يعني دي جزء رئيسي. يعني حضرتك بتتكلمي دلوقتي عن معدل التضخم في فرنسا وفي منطقه اليورو ان هو وصل لاعلى مستوى في التاريخ، حقيقي. ده مهم جدا ان احنا نفهمه. هنا في مصر الوضع عامل ازاي؟ طب اي مدى الازمه هتطول معانا ولا مش هتطول؟ صحيح. فده تاني حاجه ومهمه جدا في وقت بالنسبه بقى لسؤال حضرتك، هو في الفتره دي في دعوات كتيره بتتكلم على سبيل المثال ان احنا ان كل الناس على اختلاف مستويات دخلها في دعوات ان هم يربطوا الحزام ويتقشفوا. صحيح. ده كلام غير اقتصادي وبيضر بالاقتصاد. لان هناك طبقه من الناس تقدر تصرف وتقدر تنفق، الناس دي بتساهم في معدل النمو الاقتصادي، كل جنيه بتصرفه ده فرصه عمل، كل جنيه بتصرفه ده بيشغل مصنع، بيشغل مزرعه، بيشغل عماله، بيشغل تجار، طبعا بيشغل محلات. طبعا. فبالتالي الانفاق هنا الاستهلاك الشخصي هو 80% من معدل النمو الاقتصادي اللي احنا بنسمعه في الاخبار. صح، هو ده اللي يدور العجله بتاعتنا. طيب تعال نقسم المساله عشان برضو انا حابه انه كل مشاهد بيشوفنا النهارده يستفيد. تعال نقسم المساله، انا دلوقتي مثلا لو انا موظف انا استثمر في ايه؟ هقول لك يعني الناس بتفكر في ايه. وانت طول النهار يقول لك الذهب عالي قوي، مع ان الذهب النهارده مثلا نزل شويه، يقول لك استثمر في الذهب، لا استثمر في العقارات، لا هشتري عربيه وبعدين ابيعها رغم ان سوق العربيات يعني مش ماشي قوي. لكن الناس طول الوقت بتفكر في حاجات، او حد يقول لك ايه انا هستنى واشوف يمكن اعمل شهادات وما اشتغلش، يعني احط بقى فلوسي في البنك وخلاص. انا برضو عايزه نفكر مع الناس، يعني يبداوا يعملوا ايه؟ ناس تروح الموضوع بسيط جدا. انا هقول لحضرتك استاذ شفقي الموضوع بسيط جدا. طالما انت بتشتغل، انت في وظيفه، موظف في وظيفه، قطاع عام بقى قطاع خاص مش مشكله، بس انت موظف ومعاك فائض شويه او عندك مدخرات، ابسط حاجه ان انت تعملها وبدون تفكير كتير تحطها في شهاده 18%، مش محتاجه تفكير كبير. تمام. ده امن وافضل استثمار. صحيح. على الاطلاق. فدي اول حاجه هيجي لي منها عائد معقول. بالظبط كده. تمام. الذهب والعقارات، نيجي للذهب. الذهب دلوقتي في تذبذبات عنيفه. النهارده سعر الذهب في مصر متقيم باعلى من قيمته العادله ب 30%، ما بين 20 و 30%. فالنهارده ما نقدرش ان احنا نتكلم عن انه الذهب
خيار استثماري آمن في الظروف دي. هو في الطبيعي لو حضرتك كلمتيني من شهرين فقط كنت هقول لحضرتك إن الذهب استثمار هو الأروع على الإطلاق بعد البنوك بعد الشهادة البنكية. لكن النهاردة صعب إن احنا نتكلم عن الذهب، لازم نستنى شوية لما السوق يستقر. تمام. النهارده في ظروف استثنائيه او ظروف مش طبيعيه في سوق الذهب. تمام. وخلينا برضو نقول ان احنا عندنا برضو استاذ محمد عندنا نوع من مشاهدينا يطمئن للذهب، يعني انت عارف فكره المصري يقول لك ايه، زينه وخزينه، يعني يبقى موجود كده زينه وخزينه، اتزنقت انزل ابيعه. فبرضو انت عندك نوعيه من الناس تطمئن في الاستثمار في الذهب. ايه كمان؟ طبعا عندنا كمان العقارات. العقارات هنا بيواجهنا مشكله، اقل عقار متوسط سعر يعني هيبدا من اول 500,000 جنيه. بس المشكله اللي هتواجهنا انه في ناس معاها 50,000 جنيه، الناس معاها 100,000، مش هيعرف يشتري عقار. طبعا. فهنا الحل البديل هنا يا اما يروح للحل رقم واحد اللي احنا قلناه ان هو يحط الفلوس دي في شهاده، يا اما ان هو يبدا يفكر في حلول اخرى. ايه الحلول الاخرى دي؟ عندنا كذا حل. الناس يمكن الحلول اللي انا هقولها دي ما هياش واخده ترويج او ما هياش لها شعبيه وسط الناس، بس هي امنه فيها نسبه امان كبيره. يعني على سبيل المثال اذون الخزانه. اذون الخزانه والسندات الحكوميه. ايه اذون الخزانه دي؟ الحكومه بتستلف عندها عجز في الموازنه، بتعرض على البنوك وعلى الافراد، اي حد عايز ان هو يشتري السند ده او الاذون دي يقدر ان هو يشتري بحد ادنى 25,000 جنيه. الاذون دي مضمونه جدا، ما فيهاش اي نسبه ريسك اطلاقا زي الشهاده البنكيه. تمام. نسبة الأمان فيها 100%، نسبة المخاطرة فيها 0%. أيوة. ويقدر يعرف ده من خلال المؤسسات أو البنوك ويعرف المزايا. أيوة. البنوك الحكومية بتاعتنا بالظبط كده، يروح يعمل الاثنين والخميس، ده ميعاد طرح الأذون والسندات الحكومية. يعمل الاثنين والخميس بالظبط كده. تمام. في أي بنك حكومي ويسأل عليها أقل قيمة حد أدنى 25,000 جنيه ومضاعفاتها 25-50. تمام. تمام. في حل ثالث برضه مش واخد رواج كبير، وهي صناديق الاستثمار. مصر فيها اكتر من 30-40 صندوق استثمار بيشتغل. لو انت مش متخصص ومش بتفهم في الاستثمار او مش قادر تفرغ وقتك لمتابعه فلوسك، فانت ممكن تعهد بالفلوس دي لصندوق استثمار. صندوق الاستثمار ده عليه رقابه من هيئه الرقابه الماليه، من البنك المركزي. طبعا. من كل الاجهزه الرقابيه. كل الصناديق اللي انا بتكلم عليها دي صناديق واخده ترخيص من الهيئات الرسميه وعليها رقابه لصيقه، فهي امنه تماما. بس هنا انت بتقدر تحدد، بتقعد مع خبير الاستثمار في هذا الصندوق بتحدد نسبه الريسك اللي انت تقدر تتحمله. وايه اللي يقدر يعني في اقل وقت، والوقت ازاي، والوقت البعيد، وتقدر تعرف. طيب دي حلول هايله كده على حسب الظروف. انا عايزه انزل بالحلول شويه للناس الأبسط، يعني دلوقتي بدأ في الصناعات الصغيرة المهمة، يعني بنشوف شبابنا وإحنا داخلين على فترة الصيف، بنشوف الشاب اللي عمل عربيته قهوة يعني أو عملها كافيه من ورا، وده بقى منتشر بشكل كبير جدا، سواء شباب أو فتيات، اللي بيعمل عربية الأكل، اللي بيعمل عربية الشاي، عربية القهوة، عربية الحلويات، ده موجود بشكل كبير. شوية الصناعات الصغيرة اللي بيبيع هدوم على العربية، يعني في شباب كتير جدا بياخدوا بعض الملابس وفي أماكن الازدحام ويبيع طبعا ويقف برضو. وفي بقى الصناعات الصغيرة اللي احنا عارفينها اللي هي ممكن تبدأ تساعد برضو شوية، يعني برضو يا ريت نعرف من حضرتك عليها. يعني انا هقول لحضرتك هنا نقطه مهمه جدا. النقطه هنا في مساله العربيات وخلاف، هي حلول جيده طبعا، الناس بتحاول انها توجد مصادر دخل طبعًا اخرى او اضافيه ليها، لكن ضروري جدا ان انا يعني ضمير المهني لا يسمح ان انا لما اسمع الموضوع ده ان انا اقول ان لازم يكون في عداله طبيه. مش معقول المحل اللي او القهوه اللي فاتحه جنبه او الكافيه او المطعم او محل الحلويات اللي فتح جنبه بيدفع ضرائب وعماله وكهرباء، وجنبه وهو على اول الطريق في عربيه لا تسد ومفيش اي عداله ضريبيه. لكن طبعا انا بحيي الناس ان هي بتحاول وبتفكر وبتجتهد، لكن لازم يكون في عداله ضريبيه. لكن على الناحيه الثانيه، لو انت داخل على قرض في الظروف اللي احنا فيها دي، واحنا عندنا سياسه تشديد نقدي. يعني ايه تشديد نقدي؟ يعني احنا عندنا بنرفع الفايده، لان كل البنوك المركزيه في العالم بترفع الفايده. طبعا. فلو البنوك المركزيه بترفع الفايده فاذا البنوك التجاريه بترفع الفايده هي كمان. تمام. فانت لو مقبل على قرض، لو انت ما قدرتش تحط نفسك تحت اي مبادره من مبادرات البنك المركزي، صحيح، انت هتواجه تكاليف كبيره جدا. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لو انت مواطن عادي او صاحب مشروع وداخل كده بطولك،
لوحدك هتدفع فايده على القرض بتاعك 15 16 17%، لكن فخليني لو اعرف قدرت هنا، ان انت انت هنا بتنصح ان هو يروح ياخد قرض من القروض اللي بنوك القوميه كلها عرضاها على المشروعات بالظبط الصغيره، فبالتالي هو بالظبط هنا كمان مؤمن انه عنده مشروع مثبت ضريبيا حتى من البنك، يعني اذا هو بالظبط مؤمن كده. بس اكتر يعني. بالظبط كده بتاخد، اولا انت البنك بيكون في ظهرك، ثانيا البنك بيكون بيطلع على دراسه الجدوى، فانت بيبقى عندك تاكيد اكتر على ان مشروعك ده هينجح، ثالثا البنك مش هيدي لك فلوس الا لو متاكد ان المشروع كويس، رابعا انت بتاخد سعر فايده مدعوم من البنك المركزي، يعني انت بتاخد سعر فايده ما بين 3% لحد 8%، سواء بقى انت مشروع صغير ولا مشروع زراعي او انتاج وثروه حيوانيه او مشروع صناعي او مشروع في المقاولات او في السياحه، كل دي لو انت دخلت تحت مظله اي مبادره من هذه المبادرات انت هتنزل بسعر الفايده وتكلفه القرض من 15 و16 و17% الى 3 و5 و7%، لا، كمان الاجال ويبقى معاك السداد بتكون ورق طويله. رسمي وتبقى حاسس ان انت ده بداية استثمار وبداية صناعة صغيرة تكبر في المستقبل، يعني برضو بالظبط النظام لما يبقى ماشي معاه تكبر في المستقبل. حاجة تانية قبل ما اختم مع حضرتك، احنا داخلين على فترة الصيف، في الصيف احنا عارفين الناس اجازات وبيطلعوا على البحر وبيروحوا، مصر مليانة شواطئ كتيرة، فالناس طبعا عندها تخوف من الازمات، اروح واخلي الفلوس ولا ما اروحش، فاحنا عايزين نقول اللي مش هيروح، ما هو في ناس بتفتح الحاجات دي عشان العجلة تدور في الاقتصاد، يعني الناس اللي مستنية طبعا المصيفين، طبعا مثلا فبرضو نقول للناس إيه؟ ده برضه بيرجعنا لو لبدايه كلامي مع حضرتك، الاستهلاك الشخصي الانفاق انفاق الافراد هو يمثل 70 ل 80% من النمو الاقتصادي. فالدعوات اللي النهارده منتشره اللي بتتكلم عن ضروره ربط الحزام والتقشف وتخويف الناس من الانفاق حتى لو هم قادرين على الانفاق ولديهم فوائد ماليه فان هم يتقشفوا، لا ده غلط. احنا يجب ان صحيح. ندع اللي عايز ينفق ويصرف يصرف. احنا دخلنا موسم الصيف وده موسم مهم جدا لكل، عندنا مدن كتيرة جدا طبعا، بتعتمد على الموسم لانه ده. في شباب كمان بتشتغل في الصيف بيبقوا عايزين يروحوا، لو الاماكن دي كلها قفلت فانت هتعلي نسبه البطاله، فيعني فانت طول الوقت لازم يبقى في وعي. يبقى اذا هنتفق حسب البادجت بتاعي، يعني انا ممكن بس اخد بالي من الصرف، لكن اروح برضو اشارك في العمليه بتاعه الاستهلاك دي، لانه برضو احنا بندور بلدنا وبندور العجله الاقتصاديه بتاعتنا. بالظبط كده. فبالتالي الناس، هو لو حد ليس لديه فوائد ما عندوش اصلا فلوس زياده هو لوحده هيتقشف، هو مش مستنيني انا جاي انصحه اقول له تقشف لان هو ما عندوش اصلا فلوس يصرف، فده لو محدود الدخل. لكن لو انت عندك فوائد اتفسح سافر احجز في الفنادق اشتري اعمل اللي انت عايزه، كل واحد أو حر سافر يصرف زي ما هو بالميزانية، عايز. أو سافر بالميزانية اللي أنت كنت محددها لنفسك مثلا من العام الماضي، هي ممكن تبقى تحاول تبقى بنفس ميزانيتك، يعني على قد، يعني بالظبط في ناس مثلا تفكر إيه أستاذ محمد تقول لك إيه، أنا كنت متعود مثلا أقعد 10 أيام ممكن أقعد 6 يعني، بس أروح بالظبط يعني أشارك، بالظبط فلو صح كل حد هتفضل العجلة موجودة. آخر حاجة، أنت عارف العالم كله، يعني أنا شخصيا وأنا في أوروبا شايفة العالم كله ماشي بالتقسيط، ودي فكرة برضو اقتصادية بتحل مشاكل كتير جدا، تمويل عقاري، سيارات، حتى السفر، يعني الناس حتى بتسافر بالتقسيط يعني. فإيه هي المزايا اللي ممكن فعلا التقسيط ده يساعد إزاي الاقتصاد ويساعدني أنا كإنسان إزاي؟ بالظبط. المسألة دي مهمة جدا، قطاع التقسيط أو التمويل الاستهلاكي يعني والدفع على أقساط ده مش يعني الفترة اللي فاتت ما كانش منتشر في مصر، لكن السنين السنتين ثلاثة اللي فاتوا بدأ ينتشر، والنهارده الحكومة بتجهز قانون لهذا الموضوع التمويل الاستهلاكي. الموضوع ده مهم جدا في أوقات الأزمات، لو أنا عندي أي احتياج ضروري إن أنا أشتري أي حاجة فإنه في اختيار بجانب الدفع كاش، لما يكون في قدامي اختيار ان انا اقسط وعلى مده زمنيه طويله وبسعر فايده كويس فده طبعا اختيار ممتاز. على أكيد سبيل المثال لو انا عايز اشتري موبايل مثلا او غساله او بالظبط، تلفزيون سعرها 10000 جنيه، لو انا ممكن يكون معايا الفلوس في ايدي دلوقتي، بس انا ممكن اعمل حاجه، انا هاخد ال 10000 جنيه دول هحطهم في الشهاده 18% أيوه وهدفع 200 جنيه كل شهر على 48 شهر على التلفزيون. دي ده فكرة حل من حلوة، الحلول دي فكرة حلوة مثلا، جدا، فأنا كده مش هحس بالضغط ده، وفي نفس الوقت مش ممكن هتحس أجيب كمان حاجة واتنين البيت محتاجهم.
بالظبط بالذات كده. بالذات للناس اللي هتتجوز، انت عارف فتره الصيف برضو فتره افراح، فالناس برضو بالظبط بتفكر تعمل ايه، فده حل اقتصادي برضو. يعني اذا خلينا نتفق بانه احنا في ظل كل الازمات، وده العالم كله دلوقتي بيعمله، انت تفتح الاعلام في اي حته في العالم تلاقي الناس بتتكلم على مساعده الناس، مساعده البلد ومساعده الناس، لانه هي اي بلد في العالم مش هتقدر تشتغل لوحدها ابدا. يعني احنا يعني ايد الشعب هنا وايد البلد هنا علشان نقدر نمشي كلنا في الطريق. يعني صحيح طبعا، بدون شك انه لازم الناس كلها تتكاتف عشان نقدر نمر من الازمه دي. وانا سبق وقلت مع حضرتك الكلام ده، انه الحكومه لوحدها ما تقدرش تعمل حاجه. الناس ما ينفعش تفصل ما بينها وما بين الحكومه، هي الحكومه مننا في النهايه، القطاع أكيد الخاص، أكيد الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه. في رمضان اللي فات اتصرف 2 مليار جنيه من صحيح الجمعيات الخيريه على اعمال الخير. صحيح التحالف المصري صحيح للجمعيات الخيريه عمل مجهود كبير جدا، القطاع الخاص عليه دور. فالتكاتف جدا والتكامل صحيح الجهود دي هو اللي هيخلينا معاك. أكيد. ده أحسن ختام أختمه مع حضرتك المحلل الاقتصادي محمد نجمة، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. بالفعل أنا بشوف كمان أنه بناشد كمان الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل طول الوقت وبتحاول تقدم مبادرات، أعتقد هو ده الوقت أنها كمان يكون عندها أفكار ومبادرات لمساعدة الناس، بالذات الناس اللي يعني محتاجة فعلا هذه المساعدة في ظل الأزمات دي. الأزمات ما بتعديش كده لوحدها، لازم يكون في تكاتف مجتمعي مننا كلنا، يعني كل واحد يقدر يعمل حاجة ويقدم أفكار نقدر نعمل ده.